تعالوا بقى نعمل صينية شعرية باللبن. انا جايبة كيس شعرية، عايز تعملي اكتر اعملي اكتر، وحمرته ده شوية بياخد شوية وقت. اقلبه كأني هعمل بالظبط ايه، رز بالشعرية. تمام، عندي كيلو من اللبن، الكيس ده كيس شعرية اللي هو يعني 450 جرام او زي ما يكون يعني، او نص كيلو مش مشكلة، المهم ان هو نص كيلو او كيس شعرية اللي هو نص كيلو او اشتريتيها سايبة اي حاجة. عليها كيلو لبن، عليها ايه كيلو لبن، وعندي هنا كوباية سكر، كوباية سكر، جوز هند، زبيب، تمام، وسمنة. السمنة دي انا خلاص انا حمرت بيها، يعني انا حمرت لو انت جايبة النص، يعني انا جايبة سمنة هنا عشان اوريكي احنا حمرنا بحوالي قولي كده تلت كوباية سمنة، معلقتين كبار من السمنة، وقشطة. وكمان بقى انتوا ناسيين بقى في حاجة، انتوا نسيتوا المقادير، في حاجة منسية، في يا اما دقيق يا اما نشا، يا دقيق يا نشا يا اما دقيق سميد، كل دول ثلاث حاجات دول ممكن ان هم ينفعوا. ماشي، ناخد ده، ممكن نقلب فيه الحاجه اللي ناقصه، نشوف ايه اللي عندي عشان هو كده ايه، عشان ايه اللي هيمسكوا ببعضه، يا ده يا ده يا ده. بس كده تعالى هنا نحط عليك بس السكر هنا على كوباية سكر على كيلو اللبن. ماشي، خلاص تخن ده عشان يسرع لنا بس عملية استوى. هنجيب بقى هنا ايه، نشوف عندنا عندكم ايه، يا دقيق يا نشا يا دقيق سميد، اي حاجة فيهم، بس بتقلي ده نشا، اقربهم الى يدك استعمليه. حلو على يدك، ده نشا، ناخد كده دول تلات معالق نشا حلوين، تلات معالق كبار نشا، وناخد شوية لبن ندوبهم فيها. بص انا جبت الشعرية هنا، ثواني بقى، شعرية، زبيب، جوز هند، وهنا حاطة ايه، حاطة كيلو اللبن، كيلو اللبن وعليه كوباية سكر وعليه ثلاث معالق كبار من النشا، دوبتهم وبعدين ضفتهم ليه. خلاص هنزلهم بقى على الايه، على كيس الشعرية اللي هو النص كيلو اللي معاه الجوز الهند والزبيب واي مكسرات تحبوها، بس هو جوز الهند والزبيب كفايه على فكره. ونزلتهم عليه كده، اللبن بالسكر بالايه، اللبن بالسكر بالنشا. خلاص حط كده وانزل عليها ايه، قشطه. لو اللبن كامل الدسم يعني اللي هو من اللبان ممكن تستغني عن القشطه عادي، انما لو عندك من وش اللبن او عندك اي قشطه يعني استعمليها، كتير بيبقوا محوشين قشطه بياخدوها من على وش اللبن فاستعمليها. ما عندكيش خلاص، هو اللبن الطازه كفايه كده، حلو قوي. تمام، هدخلها بقى ايه الفرن،